السلام عليكم. بعدا معكم طارق دريوا، عضو بالمكتب الوطني للمقاولين التشييل للنقل بالنقابه الديمقراطيه للنقل. يعني كما كتشاهدوا اليوم ما شاء الله، يعني الاسطول اللي كيخدموا به الاخوان ديالنا في النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثه، هذا النوع الجديد العالمي ديال النقل اللي كانت دول عالميه ومدن اللي تبنات يعني الاطار ديال المدينه الذكيه هذا النوع الجديد ديال النقل. فأيضا هنا في المغرب يعني كاين تواجد يعني بواحد العدد اللي هو هائل على المستوى الوطني ديال هذا النوع الجديد ديال النقل اللي كنشوفوه يعني نشيط بشكل كبير بمدينه الدار البيضاء، مدينه الرباط، ولا في فاس، مراكش، في طنجه. هاد الاخوان هادو يعني كينشطوا كما كيعرف الجميع عن طريق يعني التطبيقات ابليكاسيون. الزبون كيدوموندي في التطبيق يعني الوجهه ديالو، كيجي عنده السائق حتى لعي المكان ولا المنزل ولا المخدمه ولا المدرسه، كيهزو من نقطه ا كيدير نقطه بي على يعني على اساس يعني التنقل ديالو العادي. اللي كاين هو ان الجميع شاهد مؤخرا يعني استطلاعات الراي اللي كاينه على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ان المواطنين كاينه واحد الاراده كبيره وكاين اقبال كبير على هذه وسائل النقل، ويعني الجميع ولا منفتح على هذا النوع الجديد ديال النقل تماما. اللي كاين هو ان التطبيق يعني بعدا بدايه بعدا كيفاش كيتم يعني السائق كيشتغل، كيجيب كاع الوثائق ديالو، يعني كتكون السياره محطوطه في لابليكاسيون الماتريكول ديالو، كيكون الاسم ديالو، الصوره ديالو، يعني التليفون ديالو، كيكونوا جميع المعلومات ديالو كتكون في لابليكاسيون. لا قدر الله حتى لنسى شي حاجه في السياره ديالو ولا شي حاجه، كيكون داك الشيء محفوظ في الحفظ والامان والسلامه، كيسترجع جميع المسائل ديالو. بالنسبه للطريقه، الطريقه كيدوموندي عادي، يعني كيجي عنده السائق حتى كما سبق لي قلت حتى النقطه اللي كيتواجد فيها، كيتم يعني في حتى بالنسبه للثمن كيكون يعني الثمن ديجا مافيشي في لابليكاسيون، يعني الانسان غير كب عارف راسو شحال غيخلص تقريبا. بالنسبه يعني الفرق اللي كاين مع سياره الاجره هو اننا حنا ما تنختاروش الزبون الوجهه، الزبون الوجهه اللي بغى في جميع مناطق المغرب كيقولوا ليه اوكي، ما كاينش اشكال، ما كيكونش الرفض نهائيا. العدد ديال الزبائن كيكون محفوظ، يعني عدد معين، ما كنقولوش ليه لا انتم ثلاثه لا مثلا جوج لا ما غنديكش، هادشي يعني هادشي ما كاينش في التطبيقات نهائيا. هذا هو اللي خلى، وبالاضافه حتى يعني كتشوفوا الجوده ديال السيارات، يعني حتى الاسطول والسيارات اللي كنخدموا بهم فهو اسطول يعني تقريبا كلهم جديد، الاخوان كلهم منخرطين في اطار المقاول الذاتي على اساس انهم خرجوا سيارات جديده، وكاين الحمد لله كاين اقبال كبير من المواطنين. تماما الطريقه كيكون اقرب سائق، كيكون اقرب سائق للزبون. دابا انت الا دومونديتي مثلا كان اقرب واحد عنده 300 متر ولا هذا، فهو الاقرب هو اللي كيكون عندك، اقرب السائق هو اللي كيجي لعندك النقطه اللي بغيتي. بحال دابا لابليكاسيون اللي تنخدموا فيها حنا كيجيك طلب واحد، كيكون الاقرب سائق، كيكون مافيشي يعني النوع ديال السياره، الماتريكول، يعني الاسم الكامل ديالو، رقم الهاتف، يعني الاقرب هو اللي كيجي عندك. التطبيق اللي كنشتغلوا فيه حنا ما تيطلعوش فيه بزاف ديال الطلبات، طلب واحد كيجي لعند السائق كيستقبله كيتوجه عند الزبون. حنا كما قالوا الناس ديال القضاء حنا في وضعيه شاده، بالفعل ما كاينش اطار قانوني اللي كينظم هذا النوع، وهذا هو المطلب الاساسي والرئيسي ديالنا، بانه يتوضع واحد الاطار يعني تنظيمي قانوني كما بلدان، فكيشاهد الجميع ان بلدان ناميه فمصر، الاردن، الامارات، السعوديه، جميع الدول يعني حطت واحد الاطار قانوني اللي كينظم. لماذا المغرب بغينا نمشيو في التوجه، خاصه فانه اصبح كيشمل واحد الفئه كبيره ديال الشباب العاطلين عن العمل اللي كيشتغلوا في هاد النقل عبر التطبيقات، واللي ولات كتوفر لهم وسائل بديله ديال فرص الشغل. بالفعل فكما عرف الجميع فمؤخرا ثلاث سنوات يعني المغرب والعالم كيعرف واحد الركود اقتصادي، وكما كتشوفوا حاليا كاين تضخم، يعني خرجنا من الفتره ديال الكوفيد، دخلنا الفتره ديال ارتفاع اسعار ديال المحروقات اللي خلفات ارتفاع ديال جميع المواد الغذائيه ولا هذا. فيعني حتى مؤخرا كانت خرج واحد التقرير حول نسبه البطاله اللي عرف واحد الارتفاع مؤخرا، لان مجموعه ديال الشركات يعني سدات بهذا المفهوم، فالناس يعني لقات البديل على الاقل، فهذا وفر بديل ديال فرص الشغل، واللي كنعتبروه حنا هو حق دستوري مشروع من خلال الماده 31 في الدستور المغربي، اننا كمواطنين مغاربه حاصل عندنا جنسيه مغربيه من حقنا فرصه ديال الشغل اللي لقيناها في هذا النوع الجديد ديال النقل. اش غادي نقول لك، شوف بيرمي دو كونفيونس هو مجرد وثيقه اللي تتخول لك الاشتغال
فواحد يعني فواحد الاطار ديال سياره الاجره. اما بالنسبه يعني التجارب العالميه اللي كيعرفها العالم حول هذا النقل يعني النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثه، فكيكون واحد نورمالمون كيكون واحد التكوين، هذا هو اللي تنطلبوا من الدوله انها توضع واحد الاطار قانوني باش هاد الوليدات هادو يزيدوا ديفلوبوا من خلال واحد العمليه ديال التكوين، وكيحصلوا على واحد الرخصه كتكون رخصه مثلا مؤقته سنويه لكل سائق انه انه كيزاول هذه المهنه، في حين انه كيتجدد تكوين عاوتاني من جديد وكيعاود عاوتاني كيحصل على رخصه باش يشتغل عاوتاني في هذا الاطار هذا، لان هذا حنا يعني المطلب ديالنا اللي كان اساسي اللي خصو يعرف الراي العام الوطني علاش حنا كنطالبوا بالتقنين باش حتى هاد الوليدات يكون واحد التكوين اكثر. حنا كنقابه ديمقراطيه النقل كنحاولوا ناثروا وكنحاولوا نكونوا، ولكن الا كان تكوين من عند الدوله فهو تيكون افضل.